بعض نعم الناس ترى يكتئب ولا يحرك ساكنا ويعيش هم وغم بسبب يعني مشكلة وقعت في بيته. نقول لا، هذا غير صحيح. ينبغي لك أن تنظر أول شيء هذه النظرة، النظرة الثانية لابد أن تتخذ إجراءات في حل هذه المشكلة، الإجراءات الشرعية. يا سلام. يعني مثلا أعطيك مثال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. من هي فاطمة؟ بنت النبي، وهي سيدة نساء أهل الجنة. الله أكبر. ومن هو زوجها؟ هو أبو السبطين، علي بن أبي طالب، ابن عم رسول الله، رابع الخلفاء. شفت المنزلة؟ أي بيت هذا؟ بيت مكارم. يا سلام. فلما ذهب وقت القيلولة وطرق الباب ودخل على فاطمة، فقال لها يعني أين، يعني غير موجود وقت القيلولة، الأصل أنه يصير موجود، علي بن أبي طالب غير موجود، علي بن أبي طالب غير موجود في صار البيت، صار في مشكلة في وقت القيلولة وخرج. لو كان غير وقت القيلولة ممكن في وهذا نباها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لها أين ابن عمك، ما قال أين زوجك وأينها، واصل. أراد أن يستعطفها يمسها، ترى هذا ما هو زوج بس، هذا أيضا ابن عم. أين ابن عمك؟ فقالت فاطمة رضي الله تعالى حصل بيني وبينه فغاضبته فخرج. هذا حل، خرج يعني ما له داعي مواجهة الغضب بغضب. حل أنا أشوف إنه إيجابي من علي بن أبي طالب. فخرج علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو شجاع يعني. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يا هال بنتي، ها ما قال هذه بنتي وأنا أعطيتك إياها، وها ولا يزيد، ولا تعالى ينتي روح بيتنا، ولا ما قال هذا يعني. ما هدي نبوي. انا يعني دخلت انا ما شاء الله في عرض سينمائي ما شاء الله رائع. ابي اشوف ايش سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علي بالمسجد. الله، علي بالمسجد الظاهر مأوى المسجد. ها اللي عنده مشكله المسجد. هذا حل، فذهب حل الى شرعي المسجد. ترى حل شرعي. فذهب الى المسجد علي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا علي بن ابي طالب فإذا هو مستلقي وسقط عنه رداءه، وإذا بتراب قد مس عضده. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الموقف والصورة الآن، زوج ابنته نبي الأمة يأتي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وينحني وعلي مستلقي، فيأتي ويضرب التراب يزيله. الله أكبر. ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. قم أبا تراب. علي يقول هذه أفضل كنية. الله أكبر.